أقل ما أقول شو في بعد الصدمة لما وعد موكلة من ثلاث ضباط بإشارة المدعي العام أنه أنت رح تروح على بيتك ورح تيجي تصرح مع وزير الداخلية ويرجع يضر عن التحقيق تتاخد إفادته ونضل بكل تجاوب عم نعطي الإفادة لآخر شيء ننطر تيجي الإشارة بتوقيفه. قلنا لهم أن احنا ما فينا نترك هون لأنه منضل معه لأنه صاحب حق هيدا اللي بيشوف إفادته ملاك هيدا الزلمة مش بس بطل. آخر شيء روح بدي شوفه بحطوني بأوضة بتضلك هون ليهربوه على غرفة الزنزانة. بيجي العايد نكد وبيجي ضابط معه بيحط ايده برقبتي. وكيف بتمدي لك على محامي بهالشكل؟ ما عمل ولا غلطة، ما دار حدا منكن. وآخر شيء بعد السجال بيجي العميد حمود بيضربني على راسي ضربتين وبكز عسنانه وبيجوا بيتبلشوا يدفشوني. وآخر شيء على الأسانسير لحتى آخر شيء اسمع البهدلة. مش مصدق، هيدا مش رئيس شعبي، هيدا أزهر، هيدا مافيوزي، هيدا واحد واطي. كل اللي عم يعملوا هيك واطي، والقاضي اللي عم يعطيهم إشارة أوطى منهم مجرمين سافلين. فيه عليكم يا عيب الشوم، والشعب لازم يطلع بكل ما أوطي من كرامة يقف بوجه هالمعاقين هالسفلة هالعرازل اللي عم بيتغلوا القانون ليسحونا أكتر ويسرقونا أكتر. يا عيب الشوم.